تستعير ودمعة العين لا تنفك تنهمر حرارة الذنب في الوجدان لا عجت إني إلى الله جئت اليوم أعتذر إني إلى الله جئت اليوم أعتذر أحداث موعظة فما لقلب المعنى ليس ينزجر لو أن للصخر قلبا ليشعى لما وقد ينوء بأثقال الأسى الحجر وكفكف الدمعة حرا مودعة وللأسى صورة من خلفها صور كم غر إبليس والأهواء من نفر وأعظم الذنب أن الذنب يحتقر وأعظم الذنب أن الذنب يحتقر الأسرار في أسف لعلها في مقام العرض تستتر تقدمت والضمير الحي يشهدها لجنة نحوها الأرواح تبتدر واستبشرت بعبير التوب واغتسلت كما ينقى صلاد الصخرة المطر الله يفرح إن تاب المسيء ألا قوموا إلى الله واستعفوه وابتدروا قوموا إلى الله واستعفوه وابتدروا